إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الإنسان مفطور على حب ولده والإحسان إليه والتعلق به، يرق لألمه ويفرح لفرحه، يخاف عليه ويكلأه ويحميه ويحبوه ويعطيه وينتصب لتربيته ويقوم على شأنه كله. وهذا شيء مغروز في نفس الوالد، لهذا كما يقول القرطبي: لم يأتي في القرآن الأمر ببر الآباء للأبناء. وقد روى ابن قتيبة عن زيد بن علي أنه قال يوما لولده: إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصني بك. فحب الوالد لولده طبع، وأما حب الولد لوالده فتكلف ومقابلة. ولهذا كثر في القرآن وفي السنة الأمر ببر الأبناء للآباء، لا سيما إذا كبرت في الوالد السن. إنه إذا كبرت سنه ورق عظمه ضعف واحتاج في الوقت الذي يستغني فيه الولد وتصرفه الدنيا في شواغل عمله وزوجته وأولاده، ساعتئذ يثقل الوالد على كاهل ولده، فيحتاج الولد أن يكون له رادع من ترك أبيه من دين وخلق. فكثر في القرآن الأمر ببر الأبناء للآباء، وكلنا يحفظ في كتاب الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وكثر عن السلف أئمة العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ولا تقل لوالديك أف حين تميط عنهما الأذى من الخلا والبول، لا تقل لهما أف تقززا إذا شممت ريح مغابن أو فم، لقد كان يصنعان ذلك بك وكنت صغيرا وكانا لا يتأففان، فلا تقل لهما أف إن احتاجا وقم على رعايتهما، لا ترفع صوتك ولا تحد النظر ولا تحرجه للسؤال، أكثر التبسم وكن لينا سهلا تنتقي العبارة، لا يمتنعان عن طلب شيء يرغبان فيه حياء وخجلا. إن الوالد إذا كبرت سنه وحافظ على كرامته يرقبك بعين بصيرة، إنه يعلم أنك تقوم على طواعيته برا وأدبا، ويتمنى أن يكون مع ذلك الحب الصادق، إنه يرقب كل شيء منك يصدر عنك.
إن أقل خطأ منك يعتبر قاصمة ظهر لكبريائه، إن المسكنة تلحقه من كل وجه، إنه مفتقر إليك، محتاج إليك كالصبي لا يستقل بشأنه بعيدا عن ولده وعن ذويه. ساعتئذ تحتاج أن تكون صادقا في بر أبيك. وكذلك كان السلف. أبو مرة مولى عقيل يقول: كانت أم أبي هريرة كبيرة مكفوفة، كان يحملها ويوضئها ويغسل عن رجليها ويطعمها بيده، ولم يزل محسنا حتى أسلمت، وكان لا يخرج لصلاة قط حتى يقف على باب بيتها ويقول: يا أمتاه رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. ويقول: لا أخرج حتى أسمع هذه الكلمة. ورأى مرة شابا يمشي بين يدي رجل كبير فدعاه وقال: من يكون هذا لك؟ قال: هذا أبي. قال: ما أحسنت، ما أحسنت ولا وفقت من العقوق أن تمشي بين يدي. لما مات ذر بن عمر وكان بارا بأبيه بكى عليه أبوه بكاء شديدا. قيل له: أكل هذا تبكي ولدك؟ قال: إنه أبر أولادي بي، والله ما مشى في نهار أمامي قط إجلالا لي، ولا مشى بليل إلا أمامي خوفا علي من الهوام والحفائر، والله ما جلس في مجلس قبلي قط، ولا تكلم إلا بإذني، ولا قمت من مجلس إلا وجدته سبقني عند حذائي يهيئه لي، والله ما نام قبلي قط حتى يطمئن على نومي، وما استيقظت إلا وجدته يهيئ لي طعامي. وقد بلغ به البر أنه لا يرقى سطح بيته حتى يتيقن أني لست في داري إجلالا لي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى البيهقي في الشعب وغيره: أبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمهاتهم عثمان بن عفان والحارثة بن النعمان. وكانت أم الحارثة قد كبرت وكانت مقعدة كفيفة، وكان يقوم على خدمتها، كان يثلي رأسها ويضمه ويقبله ويغسل شعرها ويمشطه ويغسل عن رجليها ويوضئها للصلاة، وكان يقوم بيتها بيده ويصنع الطعام بيده ويطعمها بيده، ولا يرفع صوته عندها أبدا، ولا يحد النظر إليها، ولا يحوجها لسؤال شيء مرتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به قال: سمعت صوت الحارثة في الجنة يقرأ القرآن. فلما نزل قال: يا حارثة حدثني عن صنيعك، فأخبره عن بره بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني يصنع بأهله ويوجب لهم الجنة. يقول ابن شهاب الزهري: وكان علي بن الحسين من أبر الناس بأمه، يصنع الفالوذج الحلويات بيده ويطعمها ولا يشبع حتى تشبع، ويقول: كانت تطعمنا ولا تشبع حتى نشبع. وأكل مرة معها أكلة فقالت: أنا أحبها، فآلى على نفسه أن لا يأكل حتى تشبع، وقال: خشيت أن تقع يدي على لقمة اشتهتها عينها فأكون قد عقدتها. حجر بن عدي من السلف كان يحمل أمه على ظهره وقد كبرت وكانت مقعدة، وكان ينظف عنها ويحملها في أسفاره، وكان كثير الأسفار، فكان يسامرها، وإذا جاء وقت النوم
يذهب إلى فراشها فيمهده بيده، وإذا اتهم غليظ يده من شوكة أو حصاء خلع عن ظهره ونام، حتى إذا تيقن أن لا شوكة ولا حصاء حملها وأضجعها. وقالت: كانت تمهد لي فراشي. ظبيان بن علي كما روى عنه ابن الجوزي في البر والصلة، عاتبت عليه أمه بشيء، وكان مسافرا فعلم فرجع من سفره، فوصل وهي نائمة فوقف عند رجليها، كره أن يوقظها وكره أن ينام وهي عاتبة عليه فيكون من العققة، فوقف عند رجليها حتى إذا تعب دعا بعض غلمانه فاتكأ عليهم، وما زال واقفا حتى قامت لصلاة الفجر، فأكب يقبل يديها ورجليها حتى استرضاها. وكان يجيء بالماء البارد فيجعله في القربة ويعلقه على النخلة، حتى إذا سففته الريح وبرد في اليوم الشديد الحر يرسله لأمه ويقول: يا أم اشربي الماء البارد لعل الله يبرد عني يوم القيامة. والهذيل بن حفصة كان من أهل البر وكان من أهل الجود، كان يقطع القصب في الصيف ويخبئه في الشتاء ويقول: إذا أوقدته لأمي لا يكون في قصب الشوك قصب الصيف دخان فيؤذيها. وكان يسامرها فتقول له: يا بني اذهب لولدك، اذهب لأهلك، فيقول: يا أمي ما من أحد على وجه الأرض اليوم أكرم منك أن أجالسه، وإني لأعطي أولادي حقهم. فيأبى أن يذهب حتى تنام، فإذا اطمأن عليها ذهب. الفضل بن يحيى سجنه الحجاج كما يقول المأمون بن سعيد، قال: ما رأيت أبر من الفضل. سجنه الحجاج ومعه أبوه، فكان يبكي لأن والده الكبير في السجن، فيقوم على خدمته وأبوه طاعن في السن لا يتوضأ إلا بماء دافئ، فقال للسجان: أعطيك بيتي وأرضي ومالي، وهيئ لي سراجا أو حطبا أسخن لأبي الماء في القمقم. فأبى السجان وخاف من الحجاج، فقام الفضل في الليل لما نام أبوه، حمل قمقم الماء طوال الليل عند سراج الغرفة يقلبه، حتى إذا أصابته السخونة وضأ والده عند الفجر، فعرف بذلك السجان فمنعهم الاستصباح في السراج في اليوم الثاني. ماذا فعل؟ أخذ قمقم الماء البارد ووضعه على جلد بطنه وغطى عليه طوال الليل يحركه، حتى أصاب الماء شيء من الدفء فأعطاه لوالده عند الفجر. تأمل كيف ختم الله هذه الآية: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال عبد الله بن عباس: إن تكن نفوسكم صادقة في بر الوالدين فإن الله كان للأوابين غفورا. إنك اليوم في المحل الذي كان يرجوه أبوك، لقد كبرت سنك واشتد عودك وضعفت عظامه وكبرت سنه ورق واحتاج إليك، وصار كالصبي الصغير تغير مزاجه وشرست أخلاقه، وكل يوم هو في شأن يحتاج إليك ويرقب منك كل كبيرة وصغيرة. كن مراعيا لمشاعره محافظا على كرامته، كن عند بر الوالد، والله إن رضا الله في رضاه، ووالله ما من عمل أوجب أن يغفر الله لك به خطاياك وعظائمك بعد التوحيد من بر الوالدين. العبد إذا كان عنده والد فأعرض عن بره كان كمن يقف على باب من أبواب الجنة وقال: يا رب سده علي. ولد أمية بن أبي الصلت لما عقه ومسه العقوق وتأذى بعقوق ولده بكى، وقال يخاطب ولده ويذكر الولد بإحسانه، يقول له: أنا أبوك، أنا الذي أحسنت إليه،
قال له: غذوتك، غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت رجائي غلظة وفظاظة، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. كان يقول هذا ويبكي. لن تبلغ إحسان والديك إليك، لكن أد الذي عليك، أد الذي عليك، كن بارا كما أمر الله، لا تكن عبد السوء يخدم والده ويتمنى موته. قد ثقل ظل الوالدين عليه ويتمنى فراقهما. يقول زرعة بن إبراهيم: إن رجلا دخل على أمير المؤمنين عمر فقال: لقد حملت أمي من بلادنا إلى الحج وقد بلغت بها السن أن ظهري لها مطية أحملها في الحل والترحال، ولا تقضي حاجتها إلا من على ظهري، وأنظف ذاك منها وأصرف بصري، وأنا أوضئها وأنا أطعمها، فهل جازيتها حقها؟ فقال عمر: كلا والله. وذرفت عينه: كلا والله. قال: لما؟ ألست حملتها أكثر مما حملتني ووقفت عليها نفسي ومالي وشأني؟ فقال عمر: كلا والله، لقد حملتك وتمنت بقائك وأنت تحملها وتتمنى موتها. وفي رواية محمد بن أيوب الأزدي: رآه يطوف حول الكعبة ويقول: أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الدرة والعلالة. فقال له أمير المؤمنين: والله ما جازيت أمك بزفرة من زفراتها، ولقد تمنيت أني أدركت أمي فوليت منها ما وليت أنت من أمك، لكان أحب إلي من حمر النعم. ويروي البخاري في الأدب المفرد أن رجلا يحمل أمه على ظهره ويطوف في البيت، فمر بابن عمر الصحابي الجليل، مر بابن عمر فقال: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل جازيتها يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: كلا والله، ما جازيت طلقة من طلقاتها. أبوك يرقبك وينتظر منك أن تجازي إحسانه بإحسان، احتمله، لقد احتملك وكنت صغيرا، وأمك كذلك، لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وكم جاعت وأعطتك قوتها حماما وإشفاقا وأنت صغير. كم من رجل أراد الجهاد ولم يتعين فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك والدان؟ ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فالزمهما. وقال لي معاوية بن جاهمة وأراد الجهاد، قال: يا معاوية، هل لك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الزمها وجاهد بها فإن الجنة عند رجلها. وخرج رجل للجهاد في سبيل الله فاستأذن والديه فأبيا فتركهما يبكيان وخرج، فأرسل له صلى الله عليه وسلم فجاء فقال: أتركت والديك يبكيان؟ قال: إني أريد الجهاد يا رسول الله. قال: أرجع إليهما فأضحكهما الساعة كما أبكيتهما، وجاهد فيهما، وجاهد فيهما. كلاب بن أمية صحابي ولد صحابي، كلاب بن أمية لما كانت خلافة عمر وتوسع في جهاد الفرس والروم شرقا وغربا، خرج مع المجاهدين إلى الفرس. أبوه أمية كبير في السن، صار يبكي على ولده وهو ولده الوحيد، ويرق لذكراه ويحن لرؤياه. فقال مرة وهو يبكي:
تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا أبرا بعد ضيعة والديه فلا وأبي كلاب ما أصاب. ثم قال سأستعدي على الفاروق ربي. فبلغ ذلك لعمر فأنفذ على الفور وراء كلاب وأحضره وعلاه بالدر لما حضر وقال يا كلاب أجهاد أفضل من أبويك؟ أجهاد أفضل من أبويك؟ حدثني عن أبيك وعن برك به. فقال يا أمير المؤمنين والله ما يحلب له الحلاب سواي ولا يشرب إلا من يدي. فذرفت عينا عمر وقال احلب له غبوقا فحلب وقال ادخل داري وأرسل إلى أمية فلما حضر وكان شيخا كبيرا ضريرا قال اشرب يا أمية. فأمسك أمية الغبوق وشمه وقال إني لأجد ريح ولدي. فبكى عمر وقال اخرج يا كلاب. ثم قال في والديك فجاهد. وقد ذكر الله خبر يعقوب وجعله آية لقد حن على ولده حتى قال الله عنه وهو يقول وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وما رجعت له عافيته ولا رجع له بصره حتى شم ريح يوسف في ذلك القميص وقال إني لا أجد ريح يوسف. معاذ الله أن يبلغ الولد الإحسان الذي يقابل إحسان الوالدين. سبحان الله كم أودع الله في قلب الوالدين من الرحمة. أذكر حديثين وأختم خطبتي الأولى. أما الحديث الأول فأنا أزعم أنني لو لم أذكر سواه لكان لنا عبرة وعظة. إن الإمام مسلما روى في صحيحه عن عمر أن امرأة أضاعت رضيعها في غزاة فهي تبحث وقد تحلب ثديها فوجدت رضيعها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ماذا صنعت؟ أكبت عليه. وفي الرواية فضمته وشمته ورشفته وألقمته ثديها وبكت عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك وقال إن الله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. ما كانت هذه الأم لتلقي ولدها في النار وما كان الله ليطرح حبيبه في النار. والحديث الثاني رواه النسائي من حديث قرة بن إياس قال كنا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا رجل له بني صغير فكان يأتيه من خلفه فيحمله ويجعله بين يديه ويقبله. فقال له النبي عليه السلام مرة أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ثم إن الرجل تغيب عن مجلس النبي عليه السلام ففقده وسأل عنه فقالوا يا رسول الله بنيه الصغير الذي رأيته هلك. فحزن صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى داره فعزاه على ولده وقال له يا فلان أتحب لو أنه عاش بين يديك العمر كله أم يكون بين يديك أمام الله ما تجيء إلى باب من أبواب الجنة إلا فتحه؟ قال بل يكون عند الله. قال هو لك. فجعل الرجل يكفكف دمعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك أبويه من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة فبعدا له وسحقا بعدا له وسحقا. رغم أنف عبد أدرك والديه ثم لم يدخل الجنة. لما؟ لأنه على باب من أعظم وأوسط أبواب الجنة. إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. يا أيها العاق ما الذي شغلك عن والدك؟ سل نفسك ماذا في هذه الدنيا يستحق الانشغال عن والدك؟ إنه الذي كد وشقي لتسعد. إياك أن تقابل إحسانه بسوء الأخلاق. إن أعظم وأشد وأسرع العقوبات أثرا في الدنيا عقوبة العقوق. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من العقوق والبغي. والعاق لوالديه
باغ وعاق. لهذا قال السلف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وإن عققتم آباءكم عقكم أبناؤكم. وأنا قرأت في كتابي نشوار المحاضرة لعبد المحسن التنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار مذاكرة، يروي بإسناده عن عبد المحسن بن سعيد التنوخي قال: رأيت شيخا كبيرا وشاب يجر برأسه ولحيته في السوق، ففرقت بينهما، فأعرض الشاب وولى، وقال الشيخ الكبير: ذره ذره، هذا ولدي، ولقد جررت أبي إلى آخر السوق، ذره حتى يجترني لآخر السوق. وهكذا يعاقب الإنسان، ستلقى غدا وحدك في قبر، أول من يعرض عنك الولد الذي شغلك عن والدك، أول من يلقي عليك التراب ويسد عليك نور الدنيا الذي شغلك عن والدك. لا يشغلنك شيء عنه، إن الذي يدرك والدا أو والدة يعطيه ربه فرصة العمر في كفارة الذنوب. إنه ما من عمل يكفر عنك العظائم والجرائم والموبقات بعد التوحيد أعظم من بر الوالدين. إن السلف أهل العلم والمعرفة والصدق قالوا: إننا لنرجو للعاصي البار ونخاف على العابد العاقل. أين أنت من البر؟ ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك، فدود الأرض في عينيك يرعى غدا وعين غيرك ترعى في ديارك. محمد بن هارون كان يقول: كأني بأولادي على حافتي قبري، يهيلون علي وعيونهم دما تجري. يا أيها المذري علي دموعه، ستعرض في يومين عن ذكري. ألجأ إلى الله في وحدتي، أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. وأحدثكم بخبر عجيب ذكره شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهذا رواه الأصبهاني وغيره، وكان الأصبهاني يرويه عن أبي العباس الأصم ويحدث به في مشهد فيه عشرات الحفاظ فلا ينكرون عليه. روى عن العوام بن حوشب قال: مررت على حي بجانبهم مقبرة، فقلت: أمر بالمقابر فأتعظ، وكنت بعد العصر، فوالله لقد كذبت بصري، رأيت قبرا انشق وخرج منه رجل له رأس حمار ينهق ويصيح، وجابذ يجبذه بسلسلة من نار حتى جبذه في القبر والتأم، فراعني ما رأيت، فخرجت من المقابر فمررت بعجوز تغزل الصوف، فلما رأتني والخوف باد علي قالت: إن الذي رأيت هو ولدي، وكان يشرب الخمرة، وكان لي عاقا، وكنت أقول له: يا ولدي اتق الله وانتهي، فكان يقول لي: لا تزالين تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر، فهو يفعل به ذلك ما بين حين وآخر، ولا يزال ينتظر العاق العقوبات، وأعظمها الهم والغم وحرمان التوفيق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على بر آبائنا، وأن يعيننا على صلة أرحامنا. اللهم وفقنا لخير القول ولخير العمل، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة، وأقم الصلاة.